السلام عليكم أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. اليوم إن شاء الله غادي نقدمو أصابع الباذنجان مقلية ومقرمشة بطريقة لذيذة. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نحتاج لهذه الوصفة حبتين من الباذنجان والملح. الآن سأقوم بتقطيع الباذنجان على هذا الشكل، أزيل البقايا. وأقطعه على شكل طولي. على هذا الشكل. على شكل أصابع. بهذا الحجم، حجم 1 سنتيم. وأحتفظ بالقشرة. لا أزيلها. هكذا. بعد أن قطعنا الباذنجان نحتاج إلى الملح، نرش عليه الملح. نخلط الكل، ثم نضعه في غربال أو شبكة على هذا الشكل، نضع تحت عائنة، نضع الكل هنا ونتركه مدة نصف ساعة. الآن بعد أن مرت نصف ساعة تلاحظون شكل الباذنجان أصبح لونه مائل إلى السواد وأصبح فيه كمية من الماء كما تلاحظون. أنزل قليل من الماء الأسود. الآن سنحتاج بيضتين، قليل من دقيق الفينو ويمكن استبداله بلاشر بيض، وقليل من دقيق الأبيض. نحتاج قليل من هاليسة والقليل من الكمون. الآن نقوم بخلط البيض على هذا الشكل. ثم نضيف له قليل من الكمون والهاليسة. بالنسبة للتوابل فهي تبقى اختيارية على حسب كل شخص. الآن سأقوم بوضع باذنجان في الدقيق الأبيض على هذا الشكل، ثم أمرره في البيض، ثم مرة أخرى في الدقيق الأبيض، ثم مرة أخرى في البيض، وفي الأخير نضعه في دقيق الفينو أو لاشافيو حسب ما هو متوفر عندنا على هذا الشكل. الآن بعد أن انتهينا نضع الباذنجان، نضعه في المجمد مدة 10 دقائق لكي يلتصق به الدقيق جيدا. بعد أن مرت 10 دقائق نحتاج إلى زيت سخنة نضع فيها الباذنجان. الآن نقوم بقطع قطع الباذنجان لكي تطهى من الجهتين على هذا الشكل. أصابع الباذنجان مقلية ومقرمشة، هذا هو شكلها. الآن سنضيف قليل من الصلصة الحارة، ويمكن إضافة أي نوع من الصلصات إلى جانبها. أتمنى أن تنال إعجابكم. إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ديروا لايك للفيديو، بارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم، وتابعونا في القناة، واشتركوا في صفحتنا في الفيسبوك. السلام عليكم.